وجعلتهم يحبسون أنفاسهم لتوقف قلب الشاب اليافع. توتر وحيرة وصلوات كي يعود قلبه للنبض مجددا. عاد الأمل بعودة الحياة إلى موانبا، وهو في رحلة البحث عن تطمينات الأطباء بأنه سيواصل الركض في الميادين وراء الكرة في إنجلترا وأنحاء أوروبا. لم يفارق الأمل فابريس، لكن لأطباء القلب في بلجيكا قول صدمه وجعله يرسو على قراره الأصعب في حياته. ولكن هل ثمة مجال للمقارنة بين جلد منفوخ بالهواء وقلب ينبض بالحياة؟ موانبا قال إن حزنه لا يوصف، لكنه قال أيضا إنه يشكر الله على الحياة التي وهبها له مجددا. وإلى أخبار ملاعب التنس.